اهلا بكم حبايبي طلبه وطلبات الصف السادس الابتدائي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده يا اولاد لسن 2 في كونسبت 3.1، هاو دو سولار انرجي اند جرافيتي درايف ذا بروسيس اوف ذا ووتر سايكل. يعني ازاي الطاقه الشمسيه وقوه الجاذبيه درايف، هنا معناه افكت، تؤثر على عمليه الووتر سايكل اللي هي دوره الماء. هل الجاذبيه لها دور في دورة الماء؟ طبعا هي بتساعد على سقوط الأمطار. طب والسولار انرجي هي اللي بتسخن المية، صح؟ تحول الووتر فروم ليكويد تو جاز اللي هو ووتر فيبر. نشوف مع بعضنا السؤالين دول وبعد كده نشوف تفاصيل الدرس. كوندنسيشن اند ايفابوريشن ار تو اوبوزيت بروسيس، طبعا عمليتين عكس بعض. يعني كوندنسيشن از ذا بروسيس اوف تشينجينج ها ذا water from gases لليكويد، evaporation from liquid to gas، يبقى الاتنين عكس بعض. اتنين the amount، كمية solar energy that reaches the earth differ from one place to another. طبعا كمية الطاقة الشمسية اللي بتوصل للأرض بتختلف من مكان إلى آخر. differ يعني تختلف، from one place to another. عشان كده خدنا ايه hottest region، وخدنا moderate region، وخدنا ايه coldest region. فاهمين يا ولاد؟ اوكي، اول حاجة هناخدها مع بعضنا تعريف الووتر سايكل. يعني ايه ووتر سايكل؟ دورة الماء. دورة الماء معناها ايه؟ it is a continuous movement، حركة مستمرة of water للماء among being different water reservoirs. يعني ما بين اللي هي خزانات المية المختلفة أو مستودعات مائية. reservoirs معناها مستودعات، يعني هي حركة مستمرة للماء اللي موجود بين مستودعات الماء. مستودعات الماء يعني الأماكن اللي موجود فيها المية، النهر، البحر، المحيط، أوكي، البحيرة، دي كلها دي اسمها reservoirs، مستودعات المياه. طب يعني ايه برضه مش فاهمين؟ continuous movement يعني حركة مستمرة للماء. مية البحر تتبخر تتحول لسحب تنزل في شكل أمطار، ممكن الأمطار دي تنزل في نهر النيل، النهر يروح للبحر، يحصل نفس القصة وهكذا. يبقى دي حركة مستمرة للمياه. فاهمين يا ولاد؟ طيب هنا كاتب تعريف water reservoirs، مستودعات المياه أو خزانات المياه. They are storage location، أماكن لتخزين الماء on the earth. They are storage locations of water on earth. أوكي؟ أماكن كبيرة جدا لتخزين المياه على سطح الأرض. الأمثلة، طبعا هي مش شرط أماكن كبيرة، أي مكان يخزن فيه ماء. فاهمين يا ولاد؟ مثلا الأوشن أماكن كبيرة، السي، الريفر، جليشرز الأنهار الجليدية، السويل التربة، الليكس البحارات، في بحارات كبيرة وبحارات صغيرة، الروكس الصخور، في ما بين الصخور وتحت الصخور في مياه، ليفنج حتى الليفنج اورجانيزمز، احنا ككائنات جوه جسمنا مية، فنعتبر تبع الووتر ريزرفورز. الاتموسفير، الهواء الجو ده فيه ووتر فيب اند سو اون وهكذا. طيب the main process and steps، فاكرين العمليات الأساسية والخطوات اللي ذات موف ووتر اللي بتنقل الماء. among these reservoirs are العمليات الأساسية خدناها قبل كده في الدرس اللي فات، evaporation، condensation، precipitation، run off، collection. تلات عمليات وخطوتين، الكلام ده خدناه في الدرس الأولاني. all these processes and steps depend on، كل العمليات والخطوات دي اللي هي بتؤثر على الووتر سايكل بتعتمد على حاجتين، energy يقصد بيها thermal energy from the sun، force يقصد بيها الجرافيتي اللي هي الجاذبية، قوة الجاذبية. يبقى في two factors affecting the أولاد the water cycle. في عاملين مهمين جدا، الانرجي والفورس، الانرجي اللي هي الطاقة، والفورس المقصود بيها الجرافيتي الجاذبية، قوة الجاذبية. فاهمين يا أولاد؟ نشوف مع بعضنا ازاي الانرجي بتؤثر على ايه؟ على الووتر سايكل. ذا سان از ذا موست امبورتنت سورس، الشمس هي المصدر المهم للطاقه ذات افكت ذا ووتر سايكل، عارفينها وسهل. ذا سان لايت ذات كامز فروم ذا سان،
طاقة شمسية أو ضوء، ضوء الشمس اللي جاي من الشمس ها includes بيحتوي أو بيشمل thermal energy طاقة حرارية that causes the change of the state of water through the water cycle. الطاقة الحرارية دي اللي جاية من الشمس هي اللي بتغير من حالة المية في دورة الماء. بتعمل ايه؟ هو water change from solid to liquid it gains energy. يعني مثلا عندنا تلج اتعرض لأشعة الشمس هيتحول من حالة solid لحالة liquid. في الوقت ده التلج او الايس gains energy ولا loses؟ ها برافو عليكم gains. يبقى when ice gains energy it changes from solid to liquid صح؟ يبقى هنا الثيرمال انرجي لها دور في دورة الماء أو تحولات الماء. When water changes from liquid to solid هنا بقى العكس، جبنا مية حطناها في الفريزر هتتحول لتلج، هنا المية هتكتسب طاقة، هتكتسب أنها طاقة من الفريزر، ده هتفقد الطاقة اللي فيها، يبقى loses it loses energy. فاهمين يا ولاد؟ اوكي. طب نفس الكلام لو الليكويد ده عايزين نحوله لووتر فيبر او لجاز، يبقى جينز ولا لوسز؟ قول معايا، يبقى ايه؟ جينز. طب لو الجاز عايز احوله لليكويد يبقى ايه؟ ها يبقى هنا اللوسز. فاهمين؟ هنا لوسز وهنا ايه يا اولاد؟ جينز. اوكي. طيب نشوف الصفحه اللي بعديها، صفحه 23. فورس كده اتكلمنا عن الانرجي ان الطاقه بتغير حاله الماء من صوره لاخرى. طب والفورس القوه؟ water start to move or change its way of movement when a force effect. يبدا الميه تبدا تتحرك او تغير طريقه لما في قوه تؤثر عليها. there is a main force في قوه رئيسيه بتؤثر على الووتر سايكل اسمها الجرافيتي. يبقى الفورس يقصد بيها ايه؟ فورس اوف ذا جرافيتي، قوه الجاذبيه. اوكي. طيب وكمان في ملاحظه هنا يقول لك ان الويند از انذر تايب اوف فورس. يبقى انا عندي الجرافيتي بس دي قوه اساسيه، وممكن الرياح تعتبر قوه بتؤثر على الموفمنت اوف ووتر حركه الماء. خلاص نشوف الجرافيتي يعني ايه. جرافيتي جاذبيه. It is the force that causes هي القوة التي تسبب falling of melting ice crystals and water droplets found in clouds back to the earth surface. سقوط التلج اللي بينصهر، بلورات التلج أو قطرات الماء اللي موجودة في السحب لما تنزل على سطح الأرض. من المسؤول عنها؟ الجرافيتي. This leads to flowing of liquid water downhill into stream. ده بيؤدي إلى سقوط المياه إلى أسفل داخل stream اللي هي مجرى الماء and river والأنهار toward large water bodies نحو مسطحات مائية كبيرة. يعني مثلا النهر اتفقنا عليه قبل كده إنه عبارة عن انتقال الماء من مناطق أعلى إلى مناطق منخفضة. صح؟ طب مين اللي بيساعد على انتقال الماء؟ الجاذبية. طب لما المياه بتنتقل في النهر تفضل ماشية تصب فين في الآخر؟ في بحر أو في محيط. فاهمين يا ولاد؟ أوكي. يبقى هنا الجرافيتي لها دور في movement of the water inside the stream، حركة المياه داخل الستريمز أو الريفر toward نحو large water bodies نحو مسطحات مائية. إيه يا ولاد؟ مسطحات مائية كبيرة. طيب الجرافيتي أيضا flowing of water سريان الماء in solid state ice in glaciers في ايه؟ في الانهار الجليدية from higher altitude area to the lower altitude. لما يكون عندي نهر جليدي ويبدأ يحصل عملية melting المية تتحرك فيه من مناطق أعلى إلى مناطق أقل بفعل الجاذبية. where the frozen water melt حيث أن الماء المتجمد بينصهر and flow بيمر أو يعبر into ground or the water bodies أو داخل مسطحات المائية. فاهمين يا أولاد؟ تلاتة. طبعا كل ده يا أولاد يتفهم ما يتحفظ، أنت مش مطالب إن أنت تحفظ الكلام ده، لكن حركة الماء عموما بيأثر عليها الجاذبية. ليكج تسريب الليكويد ووتر داون إنتو ذا جراوند زين تو جراوند ووتر. لما المية تتسرب داخل الأرض وتعمل مياه جوفية، ما هو كل ده فعل الجاذبية. جراوند ووتر
reservoirs مستودعات مياه جوفية تحت الأرض. Flowing of groundwater from higher altitude area مرور الماء أو المياه الجوفية نفسها أيضا داخل الأرض تتحرك من مناطق أعلى إلى مناطق أقل. المناطق أعلى المناطق يعني منخفضة برضو فعل يا أولاد الجاذبية. كل ده أنت مش هتحفظه، أهم حاجة السطرين اللي جايين دول. From the previous explanation من الشرح اللي فات ده we can conclude ممكن نستنتج. بص بقى يا مستر، بص يا دكتورة، thermal energy that comes from the sun and gravity force are factors affect the movement of water in the water cycle. نترجم مع بعض، الطاقة الحرارية اللي جاية من الشمس وقوة الجاذبية are factors عوامل تؤثر على حركة الماء in the water cycle. يبقى ممكن أقول لك نقط عند نقط are factors affecting the movement of water in water cycle. مين ومين اللي بيأثروا على حركة المياه داخل دورة الماء؟ الجرافيتي والثيرمال انرجي والطاقة الحرارية. نشوف مع بعضنا الأسئلة الجميلة دي. طبعا زي ما احنا متعودين يا ولاد لازم نبقى فاهم الكلمات عشان احطها في الكمبيوتر. جرافيتي قول معايا يعني ايه جرافيتي؟ جود الجاذبية. كوندنسس اللي يعرفها يبقى عبقرينه. يلا دكتور يلا دكتور ها كوندنسس جاي من كلمة كوندنسيشن التكثف، يبقى هنا هي تكثف الفيرب. ثيرمال انرجي طاقة حرارية. ايس تلج. انرجي طاقة. ايفابوريشن تبخير. سانلايت بروفايد ضوء الشمس بيمد نقط، ضوء الشمس ده بيعطي نقط ذات كوزز ميلتينج ها بيعطي ايه؟ بيعطي انرجي. ادي الانرجي ذات كوزز اللي بتسبب ميلتينج اوف ايس اند اولسو كوزز وايضا تسبب ايه؟ الطاقه دي بتسبب ايه؟ ايفابوريشن. نكتبها هنا بدل ما نكتبها هنا نكتبها هنا كده عشان المكان. طيب ووتر فيبر ريليس انرجي بخار الماء بيطلع طاقه ها ريليس هنا معناها لوسز بيفقد طاقه وين ات لما كوندنسز بيتكثف. ينفع اقول جينز؟ لا ريليس بيطلع طاقه لما بيتكثف كوندنسز. ووتر كانت بي بولد فاكرين بولينج فورس بوشينج فورس بولد داون وورد المايه ممكن تتسحب لتحت تتشد الى اسفل باي جرافيتي. فين جرافيتي؟ اهي قوه الجاذبيه. Factors that move the water cycle العوامل اللي بتؤثر على الووتر سايكل are thermal energy that come from the sun and gravity force. فاهمين يا ولاد؟ طيب نشوف مع بعضنا الصفحة اللي بعديها صفحة 24. energy and water الطاقة والماء. energy and water cycle كلام إلى حد ما قريب جدا من بعضه. from the previous activities من الأنشطة اللي فاتت you have known that when water change from one state أنت اتعلمت وفهمت لما الماء بتتحول من حالة لأخرى it gains or loses energy لما تكتسب لما تفقد طاقة. gaining or losing energy affect the water particles طبعا اكتساب وفقدان الطاقة يؤثر على جزيئات الماء in the air. The movement of air from one place to another حركة الماء من مكان إلى آخر in the presence of difference in temperature في وجود اختلاف في درجات الحرارة حركة الماء من آسف حركة الهواء. الهواء لما بينتقل من مكان لآخر بسبب اختلاف درجة الحرارة اللي هو بسبب حاجة اسمها اختلاف الضغط الجوي هناخدها بعدين. ده حركة الهواء ده بيؤدي إلى إيه يا أولاد؟ بصوا كده معايا. changing of liquid water to water vapor. فاهمين يا أولاد؟ تحويل الماء من حالة سائلة إلى حالة بخارية. And this process is known as evaporation. يبقى اختلاف درجات الحرارة ممكن يحول المية إلى بخار من حالة سائلة إلى حالة غازية. changing water vapor ممكن لما درجة حرارة الووتر فيبر ده يحصل عملية كوندنسيشن فيتحول من ووتر فيبر إلى ليكويد
ها اللي بسميها عملية ايه؟ كوندنسيشن. يبقى سواء الايفابوريشن او الكوندنسيشن سببهم الاساسي اختلاف درجة الحرارة، difference in temperature. فاهمين يا ولاد؟ طيب ترانسفير نقل الطاقة بقى، الكوندنسيشن والفريزنج، التكثف والتجمد are two process occur when water particles، لما جسيمات الماء loses thermal energy. يبقى الكوندنسيشن والفريزنج بيحصلوا لما الميه loses energy، فاهمين؟ تفقد طاقة. العكس مين؟ الميلتنج والإيفابوريشن، وحاجة اسمها الترانسبيريشن ناخدها كمان شوية. الميلتنج انصهار جبنة تلج عايزين نسيحه، يكتسب طاقة ولا يفقد طاقة؟ يكتسب، gains energy، صح؟ طيب إيفابوريشن جبنا مية وهنبخرها، ها إيفابوريشن تبخر، يبقى هنا الوتر لازم ايه؟ gains. يبقى الميلتنج والإيفابوريشن بيعملوا ايه؟ gains energy، gain بيكتسبوا طاقة. أما في الكوندنسيشن والفريزنج بيحصل ايه؟ losses energy. خلاص يا ولاد؟ أعتقد إن أنتوا فاهمين ومركزين. evaporation through the water cycle، عملية التبخير خلال ال water cycle، the sun heats water، المية الشمس بتسخن المية اللي في الأوشن والبحار والبحيرات والأنهار streams and other water bodies، كل مسطحات ايه؟ المياه. فاهمين يا ولاد؟ اوكي. يبقى في الإيفابوريشن الطاقة الشمسية بتسخن المية وتحولها من ليكود لإيه؟ لجزر. فاهمين يا ولاد؟ This leads، هذا يؤدي إلى evaporation of water and change into water vapor due to gaining. يبقى أنا بحصل عملية gaining، اكتساب، كلام سهل جدا. يبقى لما الوتر، لما المية gaining thermal energy تتشينج from liquid state to gaseous state. بصوا بقى في الجزئية الجميلة دي، transpiration عملية اسمها عملية النتحة. النتحة معناها ايه؟ ان الورقة دي فيها فتحات صغيرة اسمها stomata تطلع المية الزيادة اللي النبات مش عايزها في شكل water vapor. ازاي؟ هناخد تجربة كامل شوية نعرف صحة هذا الكلام. فاهمين يا ولاد؟ يبقى الترانسبيريشن عملية النتحة دي عملية ايه؟ ده يعتبر نوع من الإيفابوريشن. It is a type of evaporation that takes place through the stomata، يعني نوع من التبخر أو التبخير، ها؟ بيحدث خلال ثغور فتحات في الورقة كده صغيرة جدا اسمها الثغور on the plant leaves، على أوراق النباتات. والفتحات دي موجودة in the upper surface والlower surface، يعني سواء على السطح العلوي أو السطح السفلي. في فتحات بتطلع بخار الماء الوتر فيبر. فاهمين يا ولاد؟ وقال لك ايه كمان؟ about حوالي 10% of water vapor، يعني 10% من بخار الماء اللي موجود في الهواء comes from transpiration of the plant، يعني 10% من بخار الماء اللي موجود في الهواء بيطلع من النباتات اثناء عمليه النتح اللي هي transpiration. اوكي؟ يبقى about 10% of water vapor in the air، حوالي 10% من بخار الماء الموجود في الهواء comes from، بيطلع من عملية النتح transpiration of the plant. يلا ربنا خلص يا حلوين، اللي جاي دي مش هتاخد معانا وقت طويل لأنها عبارة عن تجربة example show transpiration. بص معايا، مش هنحفظ التجارب، احنا بنفهمها بس. bring two plant different size، هنجيب نباتين مختلفين في الحال. اتنين، put one of them in direct sunlight، هنضع واحد قدام اشعة الشمس بشكل مباشر والتاني هنضع في الشادو او في الظلم اللي بعده. tie، يعني نربط around a leaf from each plant a plastic bag، نجيب شنطة بلاستيك ونحطها فين؟ نربطها حوالين ورقة هنا وهنا. طب وبعدين؟ هنلاحظ ايه بقى؟ water droplets، هنلاحظ ان في قطرات من الماء inside each of the two bags، هنا وهنا، بس هنا هيبقى أكتر لأن ده معرض للشمس. الله، طب قطرات الماء دي اتكونت ليه؟ ما هو بيطلع بخار ماء بس احنا مش بنشوفه، water vapor. لما بيطلع ويقابل سطح الكيس البلاستيك بيحصل له عملية كوندنسيشن، فبتحول من water vapor into liquid droplets، قطرات من الماء. فاهمين يا ولاد؟ يبقى ده أكبر دليل على حدوث عملية transpiration، عملية النتح من النباتات. the sunlight effect، طبعا ضوء الشمس بيؤثر على كمية transpiration of the plant. where
حيث when the amount of the energy طبعا لما الطاقة اللي جاية من الشمس increase the transpiration in the plant leaves increase. يعني درجة الحرارة عالية، الطاقة الشمسية كبيرة، عملية النتحة تزيد، النبات هيطلع بخرمة أكتر. يبقى when the amount of solar energy increase the transpiration increase and so on. اللي بعده condensation طبعا عملية التكثف، ها هي عملية تحويل الووتر فيبر فروم جازوس سيت تو ليكويد ستيت. طيب the air that is saturated الهواء المشبع بالووتر فيبر كولز. بيحصل امتى الكوندنسيشن؟ لما يكون الهواء المتشبع ببخار الماء يبرد due to decreasing of air temperature. يعني الهواء في بخار ماء ودرجة الحرارة قلت نتيجة انخفاض درجة الحرارة، ها يعني بدأ الهواء ده يبرد نتيجة انخفاض درجة الحرارة. So the water vapor it change into liquid. كلام جميل وسهل. يبقى الووتر فيبر اللي موجود في الهواء، ها يحصل له عملية كوندنسيشن، يتكثف وتحول إلى حالة سائلة. إمتى؟ لما درجة الحرارة تقل، لما الهواء يبرد. فاهمين يا أولاد؟ due to decreasing in temperature نتيجة انخفاض في درجة الحرارة. clouds are formed السحب بتتكون where they consist السحب دي برضه بتتكون نتيجة تكاثف بخار الماء. consists of السحب دي بتتكون من tiny water droplets قطرات مائية صغيرة millions طبعا ملايين من قطرات الماء. that are condensed اللي بتتكثف in the air so water vapor release. هنا بقى في الوقت ده برضه الwater vapor release بيطلق طاقة and change into liquid water. فاهمين يا ولاد؟ اوكي ايه اللي بعده؟ آخر صفحة how clouds are formed ازاي السحب بتتكون. clouds are formed due to condensation of water vapor نتيجة تكثف بخار الماء into water droplets. فين؟ تكثف بخار الماء وتحويله إلى قطرات من الماء. that attach the to اللي هي بتبقى ملامسة لجزيئات الدست أو السموك. في الهواء بيبقى فيه دخان، فيه أتربة، فيه جزيئات كده معينة، فنتيجة انخفاض درجة الحرارة بخار الماء اللي في الهواء بيحصل عملية كوندنسيشن على الحاجات دي، فبتحول إلى إيه؟ إلى كلاودز سحب. طب وبعدين هو اللارج نمبر أوف ذيس ووتر دروبلس لما قطرات الماء دي العدد بتاعها ده يزيد، ها وجوين توجذر تقرب من بعض ذي فورم clouds بتكون ايه؟ بتكون سحب. خلاص عشان كده قال لك ان السحب دي made up of millions of tiny water droplets. السحب دي عبارة عن ملايين من قطرات الماء الصغيرة جدا. when these water droplets لما قطرات الماء دي تتقل وتقطر، ها become too heavy لما تبقى تقيلة لانها بتتجمع مع بعض they fall in the form of rain بتسقط في شكل مطرة. اخر حاجة مع بعضين يا اولاد check your understand. The following sentence العبارات الآتية describe evaporation and condensation. العبارات دي بتوصف ال evaporation وال condensation. Classify each of them in the table below. يعني صنف الجمل دي إلى evaporation أو condensation. مثلا الجملة دي warm air rises. Warm air يعني هواء دافي rises يرتفع and moves يتحرك over على كولر ماونتين. تخيل ان في هواء وورم اير هواء دافي طلع لفوق وراح قابل كولر ماونتين جبل بارد، ها تلج فوق جو برد كولر ماونتين اعلى الجبل. يبقى الهواء الدافي ده جرى له ايه؟ البخار اللي فيه يحصل له ايه؟ عمليه كوندنسيشن. يبقى هنكتب العباره دي هنا كده فاهمين تبع الكوندنسيشن. طيب أنا صنفنا دي واحد اتنين تلاتة أربعة، خلي دي كده رقم كام؟ واحد مثلا. طيب energy from the sun الطاقة اللي جاية من الشمس heats بتسخن to layer الطبقة العليا of the water in the sea. لما مية البحر تسخن يبقى ده ايه؟ evaporation. بضم بركة in the hot desert في صحراء ساخنة degrees في بركة بدأت تقل المية اللي فيها بتقل until لحد ما تختفي يبقى الماء اللي فيها اتبخرت يبقى دي evaporation. warm moist air ها الهواء ده
touch لامس cold glass of water. طالما لامس cold glass زجاج بارد، ها يبقى ده يعتبر ايه؟ يعتبر condensation. فاهمين ولا؟ بكده الدرس كله خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم، والفيديو القادم ان شاء الله نحل الاسئله اللي عليه. ربنا معاكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.